حطوا حالكم محل شخص عم يعمل سياستا وبيدخل عليه شخص تاني بالدربكه، كيف ممكن يوعى الشخص الاول ساره والتاني حسام؟ امي انا داخله بعد ما القصه دي خلصت، بس لا اعرف مين، والله العظيم لا امسح الارض فيه. خلاص حصل، والله العظيم لا امسح الارض خلاص فيه. نامي، انا كمان هنام هيد في النور دلوقتي. خلاص امشي، يلا يلا. هو بيتعمل ازاي ده؟ خلاص اكيد هم يعني مش قصدهم يعني ان هم يعملوا. لا قصده، لا قصده. بتلاقي انا نايمه بيجي بحط الطبله هون، فتحت الطبله هون عند اذني وبيخبط هيك وبيروح. قصده لما انا بشوفني نايمه ومقبوره بيجي صوتك بو عند راسك مثل مدري شو صار بنص الليل. خلاص حقك علي والنبي، حقك علي. خلاص خلاص والله خلاص حقك علي. مسحي به الارض ساره. قومي من هون، قومي حكيني شوي. هذا انت، هذا انت حسام. لا مو انا. طب قوم من هون، قوم وعد اختي. طيب قومي، وعد اختي. طيب ما بدي احكي مع حدا. لك تعال اقول لك شوي، قومي حكيني. تعالي احكي، مين اللي طبل بالطبله فوق راسي؟ بعدين بقول لك. لا هلا بدي اعرف. بعدين بقول لك. هلا بدي اعرف. بعدين؟ هلا بدي اعرف. انا. هذا انت؟ برا ولا بعد نحكي معي يا بنت؟ برا ولا بعد بدي اشوف خليتك ابدا. خلص اتركوها هلا، اتركوها هلا بس. لا مو هلا، هلا وبعدين. طب خلص امشي، اتركوها خلص. بدك تبوس راسها على العملة. اتركيها تروح. يعني واحد نايم، يعني انت وين ساكن؟ انت وين عايش؟ بأي أرض يعني؟ انت ما استوعبت، أنا فكرتك وين بالمزحة؟ خلص. يعني أنا الرعب اللي قمت علي ما أنا طبيعية. خلص اطلع من هون، ما بقى بدي أشوف وشك أبدا. اطلع لبرا، اطلع لبرا. بدنا نمزح المزح في الليفن. انا معي يا اخي، لا حدا يمزح من هون رايح ابدا. خلاص اطلع يا عم حسين. بتجم شان الطبل؟ مو بتجم هلا هون، ان كانت نايمه ام طبلت لها فوق راسها. لك اي قد عم تعمل فيني مقالب؟ مسح الارض فيه. خليني اذا ما بعرف عن جد، ما بقول لحلك هلا، لحلك بعدين. انه مين؟ لا لا مو هلا، بقول لك بعدين. ما بدي احكي معك، عم اقول لك وحيات. طيب خلص كراس امي، ما عاد احكي معك ولا كلمه. اطلع عم اقول لك. طيب بس حاكيني، قومي حاكيني. ما بدي قومي بس حاكيني. ما بدي احكي معك ساره، ما بدي احكي معك عم اقول لك. طيب خلص، ما توقعت بدي ادفع لك هالقد حتكوني. طيب ما تواخذني، انا حساسه. طيب ما قصت حساسه، بس ليه عم طايتي؟ ليه ما في داعي تبكي؟ ليه عم تبكي؟ مزبوط اتس اوكي. حاكيني طيب، بس حاكيني، طلعي فيني. ليه عم تبكي؟ خلص ماشي الحال، بطل تبكي. لك حاكيني ساره، لفي لعندي حاكيني. عم بحكيك، شو بدك؟ قومي عادي وحاكيني كل العالم. مالي حيل، تعبانه. طيب لفي لعندي، قطع نسلي اخي، لفي وحاكيني. لفي عندي وحكي. ما بدي احكي معك، طلعت اضرب بشكلك صحي. فكري حدا ينقذني يعني، اجمالا انا وصغيره فيني هي العاده. خلص ولا كنت الخيره. خلص انا ليه معصبه؟ زعلي مني انا؟ لا مش منها. لا يا خلص روقي، فوتي نامي على رواق هلا، ما في داعي. طيب هلا اذا فتت نمت بشو بدك ترجع تفيقني؟ جيب درامز بشرفك، اصبشه بنص راسي كمان فرد مرة، مو أزبط؟ خلص اتركي العالم نايمة، خلص. يا الله شو بسوي أمان؟ عكرمك كنت توقع منك هالتصرف، لأنك أنت كثير حدا مزق، اتركي العالم نايمة. حرام يعني كريستين نايمة ونسمة نايمة. مش عارفة فيني على فكرة هاني؟ ما معقول. كمان مرة منتوقف مع بريك ومنتابع بعضه يوميات ستار أكاديمي 8.